مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. كريم حجي يتهم رضا شرف الدين. باش نشاهدوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع، اتهم كريم حجي رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين بعدم منحه الكارت بلانش لتقديم الإضافة للفريق في الخطة متاعو الجديد كمدير رياضي، حيث اعتبر كريم حجي أن رضا شرف الدين ساندو في البداية في قراره بجلب فني فرنسي، لكنه سرعان ما تراجع وأقام بإعادة المحمدي وابن يونس لمهمة التدريب، مما جعله يعلن استقالته. كريم حجي تقريب مازال كيجي النجم الرياضي الساحلي، كريم حجي يقدم استقالته. مشاكل كبيرة برشا في النجم الرياضي الساحلي، نتمنى أن فريق جوهرة الساحل يخرج منها في أقرب وقت.